السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور ناجحة ومحققين كل احلامكم، والطيور بتاعتكم صحتها كويسة وانتاجها وفير، ويا رب نكون فعلا بنعرف نقدم ليكم اي مساعدات من خلال قناة طيور فوق السطح عن طريق معلومات او خبرات بننقلها ليكم، وبنحاول دايما ان احنا ننقل خبرات اكتر من معلومات. النهاردة هنتكلم عن حاجة شوية يعني خليط بين الخبرات والمعلومات، هنتكلم عن مرض بيجي لكل الطيور، يعني مفيش طير بيسلم منه تقريبا، حتى الطيور اللي مش بنربيها او حتى الطيور اللي بنستأنسها وبنربيها للزينة برضو بيجيلها الامراض دي، وبتكتر في الشتاء. المرض ده هو المايكوبلازما او احمرار اعين الدجاج. المرض ده بيجي في العين، لان طبعا العين ده عضو مهم جدا في الطائر. لو العين تعبت او حصل فيها اي مشاكل بتلاقي الطائر على طول عنده مشاكل كتيرة جدا، وهي بتبقى عرض عموما، يعني تعب العين بيبقى عرض لمرض المايكوبلازما، وبتبقى مشكلة كبيرة جدا وبتعطل نمو الطائر وممكن تؤدي الى فقده، ويعني لا قدر الله. طبعا اعراض المرض ده كتيرة واسبابه كتيرة، وهنقول الاعراض وهنقول الاسباب، وكمان هنتكلم عن العلاج لو الفراخ بتاعتك او الطيور بتاعتك عندها المرض بالفعل. كل اللي عليك دلوقتي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتاخد لك لفة في القناة. لو عندك اي مشكلة في تربية طيورك هتلاقي الحل بتاعها على قناة طيور فوق السطح، ولو ما لقيتش الحل سيب لنا تعليق بمشكلتك واحنا اكيد هنرد عليك في اقرب وقت. ويلا بينا نتكلم عن مرض المايكوبلازما. بنكرر ان عامل مهم جدا في تربية الطيور وعامل مشترك بيتسبب في كل الأمراض هو التهوية. التهوية وشوية حاجات تانية جنبها، بس التهوية هي عامل مهم جدا، أو معنى التهوية نفسه، لأن التهوية دي بنعملها علشان خاطر نتخلص من غاز الأمونيا. فهو المشكلة في غاز الأمونيا، انت ممكن تحلها بالتهوية وشوية حاجات تانية، بس التهوية بتظل هي الأهم، لأنك ممكن تتخلص من المصدر بتاع غاز الأمونيا، بس الغاز اللي في المكان بيفضل موجود لأنك مش بتتخلص منه بسبب قلة التهوية. فسوء التهوية من أهم وأول أسباب مرض المايكوبلازما أو احمرار عين الدجاج. تاني حاجة بقى سوء النظافة. النظافة من اهم العوامل اللي بتساعدك على الحفاظ على صحة الدجاج عموما. لو في سوء في النظافة وإلا في النظافة وعدم اهتمام بالفكرة دي، هتلاقي على طول في مشاكل كتير بتظهر، منها مرض المايكوبلازما واحمرار اعين الدجاج، ومنها امراض تنفسية وامراض جلدية كتيرة، ده غير طبعا الحشرات اللي ممكن تتكون على الجلد بتاع الطيور، ده غير امراض كتيرة معدية وفيروسية احنا في غنى عنها. فسوء النظافة برضو من الأسباب ومن العوامل اللي بتتسبب في مرض المايكوبلازما أو احمرار أعين الدجاج. سوء النظافة بيتبعه سبب آخر كده ملاصق لي، هو بلل الفرشة، إن الفرشة تكون فيها مية أو رطوبة. وبلل الفرشة ده هو اللي بيتسبب في إصدار غاز الأمونيا، أو إن غاز الأمونيا يعني يطلع بوفرة من الفرشة، من الفرشة المبلولة بفضلات الطيور اللي عندك، ومن المية لو اختلطت بفضلات الطيور أو الأكل والمية والفضلات، كل ده لما بيختلط ببعضه بيصدر إن غاز الأمونيا بيطلع بشكل أكبر لأن الفرشة مبلولة. بلل الفرشة بيكون نتيجة لسوء النظافة، وبيساعد مع قلة التهوية في فكرة حدوث مرض المايكوبلازما أو احمرار أعين الدجاج. في عامل برضو تاني هو عامل التهوية، بس اسمه الكتمة. الكتمة ده اللي هو ان مفيش هوا خالص، بقى مفيش هوا خالص داخل ولا طالع من عند الفراخ، وده بيحصل لبعض الناس المبتدئة اللي بتتخوف من ان الفراخ اللي عندها او الطيور اللي عندها يجي لها برد في الشتاء، فبتقفل
بتقفل عليهم تماما. الكتمة دي بقى بتسبب أمراض كتيرة جدا، منها الميكوبلازما أو إحمرار أعين الدجاج. طبعا في ناس تانية برضو مش بتستخدم الفحم أو السي بي ال أو الجير المطفي، وكل الحاجات دي بتساعد على طرد غاز الأمونيا ومهمة جدا، وده من أسباب إن المرض ده ينتشر. أعراض الميكوبلازما: احمرار في العين ورغوة في العين وانتفاخ في العين، وبيطلع من العين كده افرازات مخاطية. اول ما تلاقي الاعراض دي في الغالب هتكون الميكوبلازما او احمرار اعين الدجاج هو المرض الموجود عندك، عند الطيور بتاعتك او الطيور عموما، يعني مش لازم تكون اعين الدجاج، احمرار الاعين بتاعت الطيور عموما. الوقاية اولا طبعا زي ما اتكلمنا هتكون بالتهوية الجيدة، اللي بتكون عبارة عن فتحتين زي ما قلنا قبل كده بالتفصيل في فيديو سابق، فتحتين، واحدة في اول المكان واحدة في اخر المكان، ويكونوا في السقف من فوق، واحدة تدخل هواء والتانية تخرج الهواء من الناحية التانية، ما يكونش هواء مباشر علشان الفراخ او الطيور بتاعتك ما تتصابش بالبرد. تاني عامل النظافة والتطهير المستمر، نظافة وتطهير مستمر للفرشة وللحيطان، ارتفاع نص متر او متر، ده يخلي كل الفيروسات والبكتيريا تموت فورا. الشمس لازم تدخل تقي الطيور بتاعتك من اي امراض او اي بكتيريا او اي فيروسات، وده بيساعدك بشكل كبير جدا على الوقاية من مرض الميكوبلازما. طبعا لازم طبعا نستخدم الجير المطفي او السي بي ال او الفحم، كل الحاجات دي بتساعدنا على طرد وامتصاص غاز الامونيا وعدم انتشاره في الجو، مما يسبب مرض الميكوبلازما واحمرار في اعين الطيور اللي عندك. لو حصل بقى والطيور بتاعتك بالفعل بقى عندها المرض، ايه العلاج بقى؟ العلاج هيكون قطرة بشرية، قطرة بنستخدمها لتعقيم العين البشرية، زي ما طالع قدامك على الشاشة دلوقتي، هي دي القطرة، هتشتريها، هي مش غالية قوي، هو محلول معقم للعين البشرية، انت هتستخدمه بقى لتعقيم العين بتاعت الطيور اللي عندك. هتقوم بتقطير القطرة دي في اعين الطيور اللي عندك، ده مع الاستمرار عليه لمدة ايام، وندخل في اسبوع مثلا 10 ايام، هيطهر اعين الطيور اللي عندك تماما، وهتتخلص من مرض الميكوبلازما او احمرار اعين الطيور. بكده انت عرفت ايه المرض وايه العوامل اللي بتسببه وايه اعراضه علشان تتعرف عليه، وعرفت كمان ازاي تقي الطيور بتاعتك، وعرفت العلاج اللي ممكن يخلصك من المرض ده تماما، مرض الميكوبلازما من اشد واخطر الامراض اللي ممكن تؤدي لفقد اعداد كبيرة من الطيور لو ما اهتمناش بيه او لو ما حفظناش على الطيور بتاعتنا منه. ما بقاش غير انك تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل على زر الجرس وتاخد لك لفة في القناة، علشان هتلاقي فيديوهات كتيرة هتفيدك وهتفيد كل مربي الطيور، ونشوفكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.